تم الإعلان عن موسم بدأ تسجيل لحج 1446 وفق شروط ومتطلبات للموسم الجديد. التعديلات اللي حصلت على النظام تعديلات بسيطة بالنسبة للشروط الموسم هذا، بالنسبة للأعمار وكذلك عدد المرافقين اللي في الطلب تم تقليلها، وهذه كلها شروط وضعت الموسم هذا، وتم تحديث والتعديل على النظام بما يخدم مصلحة الحجاج. هناك تعاون كبير بين إدارة الحج والعمرة والجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة. أنا أحب أشكر الحملات القطرية على تعاونها الكبير مع الإدارة ومع الوزارة ومع بعثة حج قطر لتوفير أفضل خدمات لراحة الحجاج وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.